السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. اليوم راح نحضروا مع بعض كيفية تحضير خبز الدار بطريقة جديدة، سهل سريع، يعني نطلبش منكم بزاف تاع الوقت، وكذلك الخلط بالملعقة فقط، لكن بطريقة جديدة. علاش؟ لأنه راح نديروا له الحشوة تاعو لداخل، نديروا له الزبيب. إذا بسم الله راح نبدأ المقادير. احنا عندنا كيلة تاع الزيت، انا كيلت بالكاس، درت نص كيلة تاع الزيت، يعني كل وحدة وتكيل على حسب شحال راهي حابة دير، يعني حسب عدد افراد تاع العائلة تاعك. انا بما انه نحتاج كمية صغيرة، كيلت هنايا بهاد الصحون الصغيرة، يعني ما تديش بزاف، هي على كل وحده يعني فيها 100 غرام. انا هنايا عند درت نص كيلو تاع الزيت، نص كيلو تاع السكر، هنا عندي ملعقه كبيره تاع خميره فوريه، وبهاد اللي كيلت به، يعني الكاس اللي تكيلو به السكر مع الزيت، تكيلو به 4 كيلات تاع الحليب يكون دافي. نحتاج هنا 125 غرام ولا حتى 120 غرام تاع الزبيب. هنا راح ندير 10 ملاعق تاع سميد، من بعد نشوفو شحال راح يزيد يرفد لنا من الفرينة، يعني نلمو به الخبز تاعنا. هنا عندي رشة تاع الملح، راح نبدا على بركة الله. بسم الله، اول شيء راح نجيب الصحن تاعي هنايا ونبدا نخدم. اول شيء راح ندير الحليب كما قلت لكم، راح ندير 4 عبار تاع الحليب. بسم الله، هذه عبار الاول، هذه الثانيه، هذه الثالثه، وهذه الرابعه. يعني الا كيلتو يعني بالكاس راح يديلكم 2 كيسان كبار نتاع الحليب. هنا راح نضيف الخميرة الفورية، تبعوا معايا مليح. وهنا راح ندير السكر، نديرو كامل، نخلط هاد المكونات هكذا جيدا. نسيت ما قلت لكمش، نحتاج كذلك الى كيس تاع الخميرة الكيميائية تاع الحلوة. نخلط مليح حتى يدوب كامل السكر. اذا بما انه السميد انا ما كيما على بالكم باللي يجي حرش ومش راح نعجنه، راح نضيف الان، يعني نخلي السميد هذاك يتفاعل مع هذيك الخميره. شوفوا الملعقه تاعي كبيره، نعمرها، شوفوا يعني تجي بومبي. هاي الملعقه الاولى، حسبوا معايا، هذه الملعقه الثانيه، وهذه الثالثه، 4، هذه 5، 6، وهذه الملعقة 7، يعني نديرو 7 ملاعق تاع سميد يكون رطب، هذاك الرقيق، النوعية الجيدة وما يشربش. أنا استخدمت هنايا عمر بن عمر. نخلطو جيدا واحد 5 دقائق حتى نحسو أنه ذاب كليا، لأنه من بعد راح نلم فقط، يعني ما نشرح نعجن. كما قلت لكم راح نخدم بالملعقه فقط. نخلي السميد هذا يتفاعل مع ذيك الخميره، لما يتفاعل نرجع ان شاء الله، يعني ضروري جدا تخلوه يتفاعل. اذا هنا كما راكم تلاحظوا، بعد ما تفاعلت الخميره تاعي مع السميد والحليب، الان واش راح نعمل؟ نخلط، نحبطها مباشرة. راح نضيف الزبيب، ونضيف قرصة ملح، ونضيف الزيت هكذا، ثم مباشرة راح نضيف خميرة الحلويات اللي هي خميرة كيميائية. نديرو كيس كامل ونخلط. نسيت ما قلت لكمش، نديرو كيس واحد تاع سكر الفانيلا، ولا تقدروا ديروا مبشور تاع الليمون ولا البرتقال، يعني الشيء اللي متوفر عندكم. انا هنا حبيت ندير
سكر الفانيلا، نخلطه جيدا، ثم مباشرة راح نلم بالفرينة. بسم الله، تابعوا معايا. هنا عندي الملعقة الأولى تاع الفرينة، هذه الملعقة الثانية، يعني ديما تعمروها بومبي، هذه الملعقة الثالثة، وهذه الرابعة، هذه الخامسة، هذه السادسة، وهذه السابعة. يعني هنا نديرو سبعة ونشوفو الى يعني الفرينة تاعي هنا تشرب ولا ما تشربش، لانه كل وحدة على حساب النوعية تاع الفرينة تاعها. يعني دائما نقول لكم كاين السميد والفرينة اللي يشربوا، وكاين السميد والفرينة اللي ما يشربوش. يعني الوصفة وحدها ما تكفيش، يعني لازم كذلك المهارة في الطبخ، يعني تكوني فايقة شوية وتجيبي خبر باللي وقتاش لازم نزيدو الفرينة ولا السميد وقتاش نقصو. هذه هي، لازم دائما الوصفة ما نتبعوهاش هي هي، يعني دائما كاين وين لازم نقصو كاين وين لازم نزيدو، لانه كيما على بالكم كامل كل وحدة والنوعية تاع السميد اللي عندها. لهذه نصيحة للمبتدئات، نخلطو بهالطريقة كيما راكم تلاحظوا. انا نشغل، انا نرفس هكذا بلا سباتول تاعي، باش الا كانت يعني الفرينة تلمت لي في قاع الصحن يعني نخلطها. كيما راكم تلاحظوا هنا راهي جاية بزاف، يعني راح نزيد، ما شربتش، راح نزيد ندير الفرينة، هذه الثامنة، هذه ملعقة التاسعة، وهذه ملعقة العاشرة. اذا نظن باللي هنا راهي تسوت وجات سوا، يعني ماش راح نزيدو. والقوام هذا هو اللي راني حاني نحوس عليه، هذا هو القوام اللي راني حابة نتحصل عليه. نخلطو مليح بهالطريقة. اذا هذا هو القوام اللي راني كنت حابة نتحصل عليه. كيما راكم تشوفوا يجي كيما القوام تاع الموسكوتشو، فقط يعني يجي حكم روحو على القوام تاع الموسكوتشو. اذا راح نغطي العجينة تاعي ونخليها تتفاعل، يعني تخمر. بعد ما تخمر ان شاء الله راح نرجعو ونكملو المراحل المتبقية. هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما خمر لي العجين تاعي، شوفوا واش راح نعمل. هنا جبت المول ديالي تاع لي طاغ تاعوك، درت له دهنته بالزبده ورشيته بشويه فرينه. الان راح نهبط هذيك، نخرج الهواء من هذيك العجينه بهالطريقه. الان واش راح نعمل؟ بسم الله، راح نفرغ في المول بهالطريقه ونمشيها مليح بالملعقة هكذا. بعد ما سويتها في المول تاعي راح نخليها تتفاعل مدة نصف ساعة كاملة ونرجع فيما بعد. زين هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما خمر لي الخبز ديالي، هنا راح ندهنو بالبيض بهالطريقة. فقط ملاحظة، كي يطلع لكم هكذا مليح، يعني كي تبداو تدهنوه بالبيض روحوا بالعقل، يعني ما تزيروش البانسو باش ما يهبطش. هنا بعد ما دهنتها راح نزينها بالجلجلان، يعني الشيء اللي متوفر عندكم. هنا الزلجلان نزربعه كامل في الخبزة تاعي هكذا، ما نكثرش بزاف. الجلجلان مليح يكون بيض. من بعد نضيف له شويه تاع السانوج هكذا، تزيين يبقى اختياري، وإلا ماشي متوفر عندكم ما كاش مشكل، تقدروا تزينوا بحاجه واحده، ولا ما ديروش يعني ما ديروش
السانوج والجلجلون مع بعض، يعني ديروا حاجه لوحده اللي متوفره، الا ما كاش تقدروا ترشوها بالسكر، لانه كاين بزاف عائلات ما عندهمش ما يتوفرش عندهم هاد الانواع من المزينات كيما الجلجلان والسانوج. المهم راح ندخلها للفرن ساخن 180 درجة، لما طيب نرجع على طبق التقديم. إذا هذا هو الشكل النهائي تاع الخبز تاع نهار اليوم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة، إذا عجبتكم الوصفة ما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو. كما راكم تلاحظوا هنايا قسمت هنايا القرصة الأولى، لاحظوا معايا كيفاش يجي خفيف، يجي خفيف وهشيش، يجي ما شاء الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفة وتنجحوا فيها. راح نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.